التعديل الوزاري المحدود ده الموضوع الحالي المسيطر على مناقشات مجلس النواب. دكتور علي عبد العال رئيس المجلس وجه دعوة رسمية للأعضاء علشان يكون في جلسة عامة استثنائية بكرة الظهر علشان يتعاملوا مع خطاب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إجراء تعديل وزاري محدود في حكومة المهندس شريف إسماعيل. ده المعروف رسميا حتى الآن بخصوص التعديل ده. لكن طبعا كما هي العادة لما بنسمع عن تعديلات أو تغييرات فبورصة بقى التكهنات والترشيحات بتفضل شغالة. في اللي بيقول إنه على الرغم إنه المسمى كده تعديل وزاري محدود بيقول لا هيبقى تغيير شامل. في البعض بيقول كل التغيير ده لن يطال رئيس الوزراء ولا ممكن بس الرئيس الوزراء. طيب إيه الوزارات المرشحة للتغيير؟ ففي كلام كتير في الكام ساعة اللي فاتوا حوالين أسماء مرشحة للتغيير، كلام على وزراء بعينهم. فمعلش إحنا مش هنستبق الأحداث، يعني كلها ساعات المسألة تتضح، لأنه برضو عهدنا أنه على الرغم من كل هذه التوقعات والترشيحات اللي بتحصل لكن ساعة الجد ولما بيكون في التعديل خلاص بيخرج للنور أو التشكيل الجديد بنلاقي كلام مختلف خالص عن ما تردد أو المطروح. فننتظر ونشوف مجلس النواب هيعمل إيه في الموضوع ده، وفي عندنا آلية وفقا للدستور هي أي تعديل وزاري بيتم بعد موافقة البرلمان، فمجال الاجتهاد يعني ما هوش مطروح قوي. هننتظر ونشوف. زي ما بقول لحضراتكم يمكن حتى عنوان تعديل وزاري محدود كان سؤال بيطرح على كتير من المواطنين العاديين لما تسألهم عن رأيهم في أداء الحكومة، شايفين الحكومة إزاي تتغير تتعدل، مين يخرج مين يعني يغير في أدائه. وحتى نفس السؤال ده بيكون مطروح لعدد من السادة النواب على الرغم أنه في المقابل كان في آراء متحفظة نوعا ما ولك يعني أي تعديل أو تغيير دلوقتي مش مطلوب في التوقيت الحالي لأن الوضع وضع استثنائي والحمل تقيل فنسيب الناس تشتغل. لكن إحنا دلوقتي ما بين إيدينا الحقيقة اللي بنتعامل معاها هو أن في خطاب من الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تعديل وزاري محدود والبرلمان اللي هيفصل وهيتعامل مع هذا التعديل.